السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنيئا لساكنه ديال الاقليم ازيلال بهاد المعلمه الرياضيه الكبيره اللي راه تحاول ما امكن باش تخفف علينا اعباء كثيره اللي عانيناها في بدايه الموسم، كثر التنقلات ذهابا وايابا، وهذا الشيء كلفنا الكثير. ونظرا لان الفريق حديث التاسيس فاللاعبين ديالو لاعبين صغار السن ما عندهمش التجربه، وعانينا لان كان ناقص الدعم المعنوي ديال هذه الجماهير الغفيره هذه اللي كنا تنتظروا الدفاع ديالها. والحمد لله بعد هذه المعادله اللي تيجي هذا النهار الكبير هذا اللي ولينا فيه غادي نحسب الدفاع ديال الجماهير ديالنا ان شاء الله، وبه ان شاء الله غادي يولي الفريق غادي يرجع للسكه الصحيحه ديالو، رغم انه تيتواجد الان في وسط الترتيب ونظرا لقله التجربه ديال اللعابه ديالنا وحتى المدرب عندنا يلاه العام الاولين ديالو في التدريب، فهو مدرب شاب وطموح، ولكن الغياب ديال الدعم ديال الجماهير وهذا الدعم المعنوي هذا اللي تينقصنا اكيد على ان اليوم فاش غادي التحقيق غادي يولي وجه اخر عند الفريق. وما ننساوش بهذ المناسبه الدعم ديال عميد صاحب الجلاله وعلى ديال رئيسه المجلس البلدي وعلى ديال رئيس المجلس الاقليمي على المتابعه ديالهم والدعم المعنوي ديالهم، لان عاشوا معنا كل اللحظات اللي كنا تنعانيو فيها. وما ننساوش المندوب الاقليمي للشباب والرياضه اللي تيتنقل معنا وتيحاول ما امكن يرفع لينا من المعنويات ديالنا وديال اللعابه، والحمد لله وكان وعدنا بان المشكل غادي يتوضع عليه الحد عما قريب ان شاء الله، والحمد لله حاليا راه الامور غادي تكون على احسن ما يرام ان شاء الله. سيدي بالتفوق ان شاء الله.